السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبه. ومرحبا بكم في قناتكم مطبخ حليمه الفلالي مع وصفات جديده، فيديو جديد واقتراحات جديده بزاف متنوعه اللي كنحاول دائما انها تكون بسيطه وسهله في التحضير ديالها، وكذلك المذاق والشكل ديالها يعجبكم. بقاو معايا نشوفوا تفاصيل تحضير الوصفات ديال هذا اليوم من اول فيديو للاخر ديالو. اول شيء غادي نحضروا خبز التورتيلا ولا ديال التاكوس. اللي غادي نحتاجو فيه 3 ديال الكيسان ديال الدقيق الابيض، يكون نوعيه جيده، ما غنوجدوش منه بزاف، فقط الكميه اللي غادي نحتاجو فقط. وطبعا ممكن ديروا كميه اكثر الا بغيتو. هنا غادي ندير 3 ديال الكيسان، غنعبر بالكيسان الكاس ديال العنبه، ونحاول نعطيكم مكونات ومقادير اللي هي مضبوطه. اكيد هذا الخبز ناجح مليون في المئه، ما كيتهرس ما والو. غادي نضيفوا معاه واحد نص كيس من خميره الحلويات، شويه ديال الملح، وجوج معالق ونص ديال الزيت، غير باش ما يبقاش يتهرس لكم وتلقاو داك المشكل انكم كطيبوه ولا فوتوه غير شويه كيبقى يتقطع ملي كتبغيو تقادوه. صافي، كنزيدو شويه ديال السكر وكنجمعوه تقريبا بكاس ديال الحليب، وكتبقى طبعا على حساب نوعيه ديال الدقيق اللي كتستعملوه. انا فقط كاس الحليب تيكون كافي باش تجمع لي العجينه ونحصل على العجينه اللي هي رطبه شيئا ما. اما ندلكوها ديك الساعه، واما نديروها في بلاستيكه ونخليوها ترتاح على خاطرها باش كتجينا سهله اننا نخدمو بها. عندكم شي اداه ديال العجن فاستعملوها ماشي مشكل. صافي، غادي نجمعها ونخليها واحد شويه، ومن بعد ندلكها وعاد باش نقسمها الكويرات. وبالنسبه للحليب فاستعملته سخون باش كيعاون ان العجينه كتطلق بكل سهوله. انا قسمتها لثمانية ديال الكويرات، كيجيو هما هادوك مع هاد الشكل اللي غنديرو اليوم، اللي هو اقماع تورتيلا. اقماع تورتيلا وصفه اللي ممكن تعمروها باللي بغيتو، كتجي يعني بحال كورني، هي كبيره، هي معروفه هاد الوصفه اكثر في الشرق الاوسط وفي العالم العربي بزاف، يعني كيعمروها اكثريه بالدجاج المقلي اللي غنديرو اليوم، كيجي مقرمش ولذيذ، ولكن بالوصفه تقريبا اللي فايت لي درت معكم من قبل في الدجاج المقرمش. صافي، هنا غادي نخليو العجينه ديالنا كترتاح بعد ما كنديروا نرشوها بالدقيق باش ما كتلصقش، وكنديروا كميه مزيانه من الدقيق وكنطلقوا. ممكن تطلقوا كل وحده بوحديتها، ولكن الا طلقنا كل وحده بوحديتها كتعذبنا شويه على ما كتعطينا داك الحجم او داك الرق اللي بغينا، فاما نديروا جوج نطلقوهم مره واحده او ثلاثه او اربعه على حسب. ردوا البال، خصنا ضروري نرشو بالدقيق مزيان باش ما يتلاصقوش ليكم ويعذبوكم. الا كنتي يعني ما متاكداش، فمن الاحسن تلقي كل وحده بوحديتها، وكل مره حاولي تفرقيهم وتشوفي واش ملاصقين او لا. صافي، انا كنحاول ما امكن نعطيكم يعني وصفات او نبسطها ما امكن، ولكن مع احترام شروط. يعني بعض المرات كتغفلي على شي حاجه وكتكون هي سبب في انها كتفشل لك الوصفه، لذا تاكدي كل مره انها ما لاصقاش او تلقي كل وحده بوحديتها. صافي، نفرقهم، كيجيو هكا رقاقين وكيتطلقوا لينا بكل سهوله. نفس الشكل غادي نديرو من هاد الربعه الاخرين اللي كيبقاو، وانا كنرش الدقيق مزيان او النشا، يعني النشا كيبقى احسن للتوريق. انا استعملت غير الدقيق لان النشا ما بقى لياش، وكنرش كل مره بكميه كثيره منه باش نضمن انه ما يتلصقوش. ومباشره كنبدا كنطيبهم في مقله، اي مقله بغيتو تكون سخونه، كنوضعوهم غير واحد الوقت قليل، ما تطولوش ليهم في الطياب، اي كنحسو بهم شدوا راسهم ديك الجهه وبداو كيديروا واحد البويقات، كنقلبوهم مباشره للجهه الاخرى يشدوا راسهم كذلك ونهزها، ما نطولوش نهائيا في الطياب ديالها. ونوضعوهم منديل ونغطيو عليهم ونستمر بنفس الطريقه حتى كنطيبهم كامل، ما كياخذوش نهائيا الوقت في الطياب ديالهم. يعني ممكن انا كتستغني نهائيا على الخبز اللي كيتباع جاهز والثمن اللي هو باهظ، وتوجديهم في الدار بكل سهوله. صافي، ها هما
من وجدوا كاملين، كنبقى مغطيهم على ما كنوجد الحشوه ديالي. كنت يعني فوتي فيهم الطياب شويه، غطيهم بلاستيكه. بالنسبه للحشوه كيف قلت ديال الدجاج المقلي اللي كيجي مقرمش، هنا عندي سطر ديال الدجاجه اللي كنقطعو مربعات، كنضيف له بيضه، هي بيضه كثيره ولكن جا خفيفه جات مزيانه، لان كميه ديال الدجاج درتها قليله. شويه ديال الفلفل الاسود، شويه ديال الهريسه او السودانيه اللي بغيتو، وغادي نضيفو كذلك توابل ديال الدجاج، شويه ديال الملح، وكذلك ثوم بودره. نحاول ما امكن المكونات كامله نكتبها لكم اسفل الفيديو في صندوق الوصف. وغنضيفو معلقه كبيره ديال الياغورت الطبيعي وعصير ديال الحامض، وكنضيفو كذلك القليل من الثوم، تقريبا واحد فص من الثوم اللي مفروم. كنخلطو الكل وكنضيفو معلقه كبيره من الدقيق تكون عامره مزيان، ونخلطو كذلك ونخليو هذا الخليط على جنب حتى نبغيو يعني يقرب المغرب، ونبغيو نعمروهم باش كيبقى لينا الدجاج سخون ومقرمش. يعني مي كنحتاج ليهم كنديرهم في كميه مزيانه من الدقيق، وكنحاول نلبسو بهذا الشكل، كنضمن ان الدجاج ديالي كله تقاس بالدقيق. وممكن نديروه يعني نديروه في واحد بحال هكا في بلاطو ونوضعوه في الثلاجه حتى نبغيو نقليوه، ماشي مشكل. وكنديروا حمام ديال الزيت، وكنهزوا دوك القطع وكنحاولوا ما امكن نحيدوا منهم داك الدقيق الزايد. خذوا شي صفايه ولا شي غربال وغربلو مزيان وعاد ديروهم في الزيت. انا غير بيدي حاولت نعزلهم ونوضعوهم يتقلاو على النار مرتفعه حتى كيتحمروا من الجهتين، وكنصفوهم الزيت. كاين ناس اللي ما كيبغيوش يديروا المقلي، انا كنديرو مره ماشي بزاف، ولكن المقلي كيجي لذيذ بزاف اكثر بكثير من الحشوه عاديه. وانتم لكم الاختيار، ممكن ديروه يعني تقليوه عادي مع هذه المكونات في مقله، غير ما ديروش معاه الدقيق طبعا والبيض، تقليوه في الزيت عادي بحال اللي كنديروا للشاورما. صافي غادي نصفيو بعد ما كيتحمروا ونوضعوهم فرق ديال الطبخ باش يستقطروا مزيان. الخبز ديالنا هو هذا، ما تخافوا منه ما كيتقطع ما والو، غنقسموه على جوج. يعني الوصفه ديال اقماع التورتيلا كتقسم على جوج، ولكن مؤخرا شفت في واحد الجروب ديال سيدات المطبخ فكيديروا على شكل كورني، وعجبتني كذلك الفكره، ملي كيجيو صغار على شكل كورني ماشي هاد الاقماع، وكيقسموا هاد الخبز على اربعه وكيعطيهم كميه اكثر. فالفكرتين بجوج زوينين. غادي نستمر كنطويهم بهذه الطريقه، وكنخطو الطرف من التحت والطرف من الفوق ديال العجين، هما اللي كنشدوهم بجوج باش كيبقاو قاطين راسهم، وكنشدوهم بكيغدو باش ما يتحلوش، ونحاولوا نوقفوه بحال هكا باش من نديروه في الفران ما يهبطوش، يبقاو واقفين مشدينا لافورن باش من بغاو نعمروهم نلقاو ما نعمرو، ماشي تهبط عجينه على عجينه. عملية سهله وبسيطه وراهم كيتقادوا بكل سهوله. الا بان لكم هابطوا عمروا شويه بشي ورق ديال الطبخ لداخل او بشي حاجه اللي تشدهم لكم، وضعوهم في الفران بسرعه، ما تطوروش عليهم باش ما يلبسوش، واحد المده قليله غير يشدوا راسهم، تحسوا بهم انهم ما بقاوش هكا ولاو شادين راسهم، جبدوهم باش مباشره كنعمروهم بالدجاج اللي تقلى، خس، حبه ديال البصله اللي شحرتها شويه في ملح وابزار وزيت، وصوص اي صوص كتفضلوا. انا غنستعمل صوص اندالوس باش يعطيني لوغو ديال التاكوس، وانتم ممكن ديروا اي صوص كتفضلوها لكم الرغبه، ممكن غير مايونيز فقط الا هو متوفر لكم. غنحيدوا هذاك الاعواد وناخذوا شويه من الصوص، وممكن تخلطوها مباشره مع الدجاج وديروها. نشت وصفات كثيره وكلها كي كيحضر، فطبعا كندير اللمسه ديالي على حساب اللوغو ديال كل واحد. كنديروا شويه من البصله، كنديروا كذلك الخس اللي كنكون مقطعه هكايا طريفات ما كنخليهوش صحيح، وكذلك تنشوف نديروا قطع من الدجاج على حساب شحال هزات لينا، وعلى حساب القطع واش درناهم كبار او صغار.
صافي غادي نستمر بنفس الطريقه كيجيو بهذا الشكل، ومن بعد غندير لهم شويه ديال الصوص من فوق ونشوفوا شكلهم النهائي من بعد. هنا غادي ناخذ كفته بالنسبه للطبق الرئيسي، شويه الخرقوم، شويه ديال الكمون، شويه ديال البزار، كذلك غادي نزيدو سكينجبير وتحميره، وتبلوا الكفته ديالكم باش ما بغيتو، وشويه القزبر يابس مطحون، شويه ديال المعدنوس، وبصله اللي مشلضه رقيقه نص حبه كبيره او وحده صغيره، وملح على حسب الذوق. هذا طبق المفضل عند العائله ديالي، فايت لي حضره معكم من قبل على شكل طاجين، ولكن للاسف كان فيه مشكل وتحذف من القناه، فقلت نعاود لكم اليوم ولكن في الفران، وبنفس الطريقه ممكن ديروه في الطاجين ما كاينش مشكل، كيجي لذيذ بزاف وسهل في التحضير. يعني في ساعه كتوجديه، واخا ديري غير كميه قليله من الكفته يعني كتكون كافيه، ديري الخضره ديك الساعه معاه اللي قدر اللي بغيتي. غادي كنشكل منها كريسات بداك الشكل، وكنبداو في المول خاص بالفرن او كيف قلت في الطاجين اللي كنطيبو على نار مهيله وتنخليوه. عندنا بطاطا اللي كنديروها شرائح رقيقه اولا درناها غليظه نسلقوها نسلقها باش ما تاخذيناش الوقت في الفران. كنديرو كفته مطيشه، فلفله، بطاطا، كفته مطيشه يعني كندوخ مطيشه فلفله، وانا غاديه حتى كنعمر اللاطا كامله بهذا الشكل. بزاف منكم طلبوا مني نعاود الفيديو لان ما لقاوش، عاد تحت الفرصه تفكرتوا انني نصوره ونشاركوا معكم من جديد. صافي كنمشي وحده بوحده حتى كنعمرو كامل كيف قلت، وخذوا مول عم ديروه على حسب يعني افراد العائله، كانت عائله كبيره غديروا واحد المول اللي هو كبير، كانت صغيره غديروا مول اللي هو صغير. انا خديت غير هذا المول الصغير لان كما كتلاحظوا ما كناش نقصروا بحال قبل، كانت كيجينا رمضان في العطله اولا العام اللي فات كانت كونفينمون، فكنا كننباتوا يعني شويه مقصرين وكنفيقوا معطلين. دابا لا، كلشي كينعس على حساب الخدمه والدراسه ديال الوليدات، فكيبقى الانسان شبعان ما كيقدش ياكل بزاف، خصوصا الناس اللي ما كينوضوش للسحور، وغالبا السحور كتكون شي حاجه خفيفه تمر اولا شي ديسير اولا شي حاجه اللي هي بسيطه. فكاين الناس اللي كياكلوا مره واحده في الفطور وكيديروا سحور خفيف، او كاين اللي كيديكالي وكيتعشى ولكن شي حاجه اللي هي كذلك خفيفه ما كتحتاجش بزاف الخبز. كما لاحظتوا هنا قديتها، رشيتها بشويه ديال الملحه، شويه ديال الفلفل الاسود، شويه ديال المعدنوس، وغادي ندخلها الفران بعد ما غادي نغطيها بالورق ديال الطبخ. وما نساوش طبعا شويه ديال الزيت ما نكثروش، انا راه كثرت فلتت لي يدي. كفته كطيب كتطلق ليدام ديالها خصوصا كان فيها الشحمه، اللي دار دو البال باش ما يجيكمش طبق ميدام بزاف. صافي درت ورق الطبخ ودرت فوق منه بابي المنيوم، وغنردو الفران يطيب على خاطر خاطرو حتى كيطلق الماء ديالو كيطيب فيه، ما كياخذش الوقت بزاف. هنا بالنسبه للديسير عندنا جوج كيسان ديال الحليب وجوج معالق ممسوحين من كريم باتيسير، هو اللي عندي ما بقاليش نشا، وفانيل ممكن ندير نشا عاليه يعني نحضروا مهلبيه اللي غادي نديروها كريميه بالياغورت، وغادي نزيدو ليها فواكه مشكله يعني سلطه الفواكه بالمهلبيه، هو الاقتراح ديال اليوم. كنستمروا كنحركوا حتى كيغلي، ومن بعد غادي نضيفوا اي ياغورت باي نكهه بغيتو، الا كان مسوس فزيدوا السكر باش ما تجيكمش مسوسه. درت غير معلقه السكر فقط وغنوزعوه مباشره، هو سخون في الكؤوس ديالنا او في الزليفات على حساب فين كتقدموا سلطه الخوي ديالكم، وغادي نخليوه على جنب كتبرد ونوجدوا الفواكه. يعني انا ما وجدت الفواكه كانت بردات وشدت راسها، الجو ما سخونش بزاف. وبالنسبه للفواكه فديروا اي فواكه عندكم توفره، ماشي ضروري يكون واحد النوع معين، تكون مشكله فقط او نوع واحد على حساب المتوفر. كنحليوها بشويه ديال العسل، شويه ديال المزهر، وشويه ديال البرتقال اللي كيبقى اختيار. الا كان عصير الليمون حامض فزيدوا العسل باش ما تجيكمش حامضه وتعجب الوليدات، وممكن اللي ما عندوش العسل يدير السكر عادي. انا كيعجبني الفواكه نزيد معاهم العسل من الاحسن، وكنعمروا الكويسات ديالنا ولا اسهل. وممكن لو وجدتوا المهلبيه ديروا غير ياغورت يكون حلو، ديروه في الطبقه التانيه او رايب او اللي كان
وغادي نزينو الفواكه الجافه على حساب كذلك المتوفر. شنو نعجزكمش فنديرو اللي عندكم في الدار وكنخليوها كتبرد على ما كيجي الوقت باش نقدموها. ركتوها ديروها في الثلاجه وجدوها على تيسان، فكل كاس غطيوه بالبابي اولا فيلم اليمونتير باش ما ياخذش الريحه ديال الثلاجه. الاطباق ديالنا ها هما بعد ما طابوا ووجدوا كيجيو روعه البنات، كيجيو بالذات والالوان هكا زوينه كتفتح الشهيه. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. شكرا لكم دائما على الدعم والتشجيع ديالكم، والى اللقاء في وصفه وفيديو قادم ان شاء الله. رمضانكم مبارك سعيد ومع السلامه.